بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورد إلينا سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيسبوك يسأل صاحبه فيه عن حكم الاحتفال بعيد الحب. الحقيقة لا مانع أبدا في الشرع الشريف إن الناس تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية، طالما أن هذه المناسبات لا تتعارض مع الشريعة ولا تتعارض مع الدين، فلا مانع أبدا أن احنا نتخذ يوما من الأيام لنكرم فيه الأم، ونتفق أن اليوم الفلاني هذا هو اليوم الذي نكرم فيه الأم. ليس معنى هذا أننا لا نكرم الأم في بقية الأيام، لكن يعني يكون لنا بها في هذا اليوم مزيد احتفاء، مزيد تكريم. لا مانع أبدا أن احنا ننتقي يوم لنكرم فيه مثلا العامل أو المدرس أو الأب، وكذلك لا مانع أن نتخذ يوما من الأيام لكي يظهر الناس كل واحد منهم للآخر عن مشاعره نحوه وعلى أنه يحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف يعني دعا الإنسان أنه إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك في الله. والحب مفهوم الحب أوسع من تلك العاطفة التي هي بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص، بل هي مفهوم أعم وأوسع. ممكن في هذا اليوم أن أعبر عن حبي لأولادي، أن أعبر عن حبي لصديقي، أن أعبر عن حبي لأهلي، فهو ليس مختصا بذلك النوع. وبعض الناس قد يعترض ويقول إن هذه المناسبات اللي اعتاد الناس تحديدها للاحتفال ببعض الأمور الاجتماعية ونحو هذا أصولها ليست أصول إسلامية، بل هي من ابتكار غير المسلمين، فهذا من باب التشبه بغير المسلمين. وفي الحقيقة هذا الاعتراض ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأن التشبه حتى يكون الإنسان متشبها لابد عليه أن يقصد التشبه، لأن في اللغة العربية مادة التشبه دي على وزن تفاعل، والتفاعل معناه ان الانسان يفعل الشيء وهو يقصد فعله، مش مجرد حصول الشبه في الصورة وفي الشكل فقط يسمى تشبها. ثم ان اصول هذه الاشياء ذهبت وتناساها الناس وشاعت وزاعت وصار يفعلها المسلمون وغير المسلمين، فلم تعد يلاحظ فيها اصولها غير الاسلامية لو كانت. وعليه فالاعتراض بهذا الكلام ليس صحيحا، وهذا كله طبعا مقيد بأنه لا يتم فيه أي نوع من الأشياء التي تخالف الشرع أو تخالف الدين. نحن نتكلم عن إظهار المشاعر في الإطار الشرعي بمظاهر وبإجراءات من التهادي، من الكلمات اللطيفة، من نحو هذا. كل هذا لا شيء فيه ما دام مقيد بالأداب الشرعية. وتسمية هذا اليوم عيد لأنه يعود، يعني لأنه يتكرر، فليس المقصود به بأنه عيد يعني ليس لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى كما يعترض بعض الناس. لا، عيد يعني يوم يتكرر، فهو عيد من هذا النحو. فلا مانع أبدا من هذا بالشروط والقيود التي ذكرناها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.